يا مساء الفل واهلا بكم معانا وحلقه جديده ويوم جديد وين بوكس. اخباركم ايه يا جماعه؟ النهارده معانا يعني فقرات مختلفه متنوعه وباذن الله كمان تنال اعجابكم ورضاكم. لكن طبعا في بدايه ارحب وامسي على نوره. يا مساء الفل يا نوره. ازيك يا روح؟ اخبارك ايه؟ الاخبار كله حلو؟ زي الفل الحمد لله. الحمد لله. النهارده ان شاء الله كده هيكون معانا فقرات حلوه. نبدا نقول لكم ايه هي. بعد اول ساعه هيكون معانا فقره عيش صح، وبعدها ان بوكس سبورتس مع فاروق. هتقول لنا ايه النهارده؟ عندك ايه النهارده؟ يعني طبعا اكيد يعني هو الوقت اللي احنا المفروض نتكلم فيه على الرياضه دلوقتي ما ملناش سيره غير بس بطوله كره العالم كره اليد. الحمد لله يمكن دي البطوله الاقوى الحمد لله في الفتره الحاليه، وكمان تعتبر كمان البطوله الاولى بقى في السنه الجديده الحمد لله العالميه اللي بتنظم على الاراضي المصريه. عشان كده النهارده هيكون معانا الكابتن محمد عبد الوارث نجم النادي الاهلي منتخب مصر بقى عشان يكلمنا عن البطوله بشكل خاص وكمان عن مشواره بقى في الملاعب باذن الله. حلو قوي. حفله الافتتاح كمان كانت حاجه مشرفه جدا الحمد لله. طيب بصوا يا جماعه، يمكن دايما في حياتنا ممكن نقابل يا نوره ناس كده صغيرين في السن بس ما شاء الله بتلاقي دماغهم سابقه سنهم، يقول لك ايه ده دماغه سابق سنه وعنده نضج زياده. وممكن نقابل ناس كبيره في السن وما شاء الله تلاقي دماغهم اصغر من دماغ العصفوره، يعني لو إيه انت ايه يا عم الدماغ دي، انت في ايه اللي حاصل في الدنيا؟ تلاقيه ما عندوش نضج تماما. النهارده بقى نتكلم معاكم عن النضج العاطفي، هنتكلم معاكم عن النضج في حياتنا بشكل كبير، هل يا ترى مرتبط بسن ولا مش مرتبط بسن؟ هل مرتبط بتجارب الحياه والمواقف فعلا ممكن ده يخلي عندك نضج بشكل اكبر؟ كل ده النهارده ان شاء الله بقى في فقره مفصله باذن الله مع مدربه العلاقات والتنميه الذاتيه انجي شوقي، وفقره يعني عظيمه بالنسبه لي انا مبسوط بيها. حلو جدا. اما الفقره اللي جايه بقى فهنتكلم معاكم عن دراسه جديده بتتكلم عن الابداع، وشايفه انه اكتر الناس ابداعا الناس الفوضويين اكتر، او اللي اوضهم ما بتبقاش مترتبه او المكتب بتاعهم كده كله فوق بعضه. دول المفروض ان هم بيكونوا اكتر ابداعا. فاحنا هنعرف بقى منكم الفقره اللي جايه، وكمان هنقول لكم على تفاصيل الدراسه دي، يا ترى مين المبدع اكتر، هل الشخص المنظم ولا الفوضوي؟ طبعا ربنا بس يعني الفقره جايه فقره حلوه مش قادره اقول رايي دلوقتي. فيها ناس طالعين كده فنانين وناس اللي هو ايه مبدعين فعلا، وناس تانيين ممكن من هنشوف انا كده بالتفصيل. ايوه بالظبط. طيب بصوا يا جماعه، دايما ايه بنلاقي ان يعني الحمد لله عندنا حتى كان في اشكال من اشكال التنمر كانت موجوده قبل كده بشكل كبير، يمكن قلت قوي ويمكن ده بمجهود بعض البرامج الحمد لله وبعض الناس الواعية على السوشيال ميديا، واحنا كمان كان لنا دور الحمد لله وساهمنا في ده بشكل كبير الفترة اللي فاتت من خلال اكتر من مبادرة ومن خلال حضراتكم، ان احنا ممكن بنقلل شوية من المشاكل السلبية اللي موجودة في المجتمع ونبدلها على طول باشياء ايجابية. في مبادرة محترمة جدا اسمها انا مش تمثال شمعة. وايه هي الفكرة بتاعتها؟ الفكرة بتاعتها ان هي بيحاولوا يعني ان هي تمنع التنمر على السيدات او الامهات بعد الولادة. دايما بنلاقي بعض المصطلحات وبعض الكلمات اللي ممكن بتضايق اي ام واي سيدة، ممكن لو بعد الولادة ممكن نيجي نقولها لها قطر الجواز داسها، اللي هو كان يعني اللي هو ايه بعد ما خلفت، يعني انتوا عارفين بعد الولاده دايما الست غصب عنها بيحصل لها يعني ممكن تغيرات في بعض الاحيان، يعني بتتخن شويه يعني عادي مش هنجمل الكلام، بنتخن شويه عشان في روح جديده جت للدنيا احنا يعني السبب فيها. فطبيعي جدا ان انا وزني يزيد شويتين ثلاثه، وعادي ان انا اخد وقت طويل لحد ما ارجع لوزني تاني، او ممكن ما ارجعلوش برضو. يعني مش لازم انه ده يكون المقياس والناس اللي حواليا طول الوقت تفضل تقول لي لا خلي بالك بقى وانت تخنتي قوي بعد الخلفه ولازم ترجعي بقى وانت سايبه نفسك كده ليه مثلا، او لا بقى الحقي حبيبتي كده بقى ارجعي تاني عشان بدل ما جوزك يبص لحد تاني بره. وممكن تلاقي الجمل دي اصلا من الزوج نفسه اللي هو ما تهمليش بقى في نفسك، يا ريت الخلفه ما تخليكيش ما اعرفش شكلك. طب في ايه؟ لا هي لو جايه من الزوج نفسه دي فيها مشكله كبيره، دي مصيبه. لا دي فيها مشكله كبيره، لكن لو من المحيط اللي حوالينا فاحنا بقى في ايدينا او بايدينا يعني نمنع ده ونصده، وفي ايدينا كمان ان احنا يعني برضو نحط في بالنا ان في ناس ممكن تتاثر من بعض الكلمات دي. طيب عشان نتكلم بقى عن المبادره بشكل مفصل معانا على التليفون مروه سيد واللي عملت مبادره انا مش تمثال شمع. يا مروه اهلا بيكم. اهلا بيكم. ازيك يا مروه عامله ايه؟ الحمد لله تمام. كل سنه طيبه. وانت طيب؟ دي تاني مره اكون معاكم فيها. بجد انت نورتينا. في 2020 ولا 2021؟ لا كانت السنه اللي فاتت 2020 كانت بقى. مبادره ايه؟ بدل البلاستيك لو تفتكروا، كان الاطفال لابسين فساتين بلاستيك فاكر. اصلا مبادرات كتير. برافو عليكي يا مروه والله. برافو عليكي. شكرا لكم.
مروه احنا يعني يمكن لو قبل الجواز واحده اتاخرت شويه في الجواز يقولوا لها انت قطر الجواز فاتك، اول لما تتجوز وتخلف انت قطر الجواز داس عليكي، فاحنا القطر ده ملحقنا بالظبط. فتقريبا المشكله في القطر. احكي لي كده، ايه اللي خلاكي تفكري في المبادره دي؟ يعني هل مريتي بظروف شبه كده ولا الموضوع جالك ازاي؟ انا طبعا مريت بظروف زي كده كمان. انا جبت بناتي ورا بعض في فتره كده، انا ما كنتش عارفه اسرح شعري اصلا، كل اهتمامي بيهم حتى شكلي وجسمي ومظهري، ما بقتش اشتري لبس، ده طبيعي ان ما فيش وقت يعني. صح. فدايما كانت التعليقات دي موجوده، وخصوصا الام بعد ما بتولد بيكون في اكتئاب ما بعد الولاده، الكلام ده بيزود الموضوع. انا عانيت من اكتئاب، انا جالي اكتئاب ما بعد الولاده. فالمهم لما اولادي كبروا شويه لقيت برضو الانتقادات دي لسه موجوده، خصوصا انا عندي جروب كبير عليه 250 الف ام. تمام. فالانتقادات دي كانت موجوده، الامهات بيبعتوا لي مشاكلهم عموما، فقررت ان انا اعمل المبادره دي بحيث ان انا ادعم كل الامهات، وان انا افهم المجتمع ان ده شيء طبيعي بيحصل لكل الامهات في كل دول العالم مش في مصر بس، حاجه طبيعيه. وده بسبب التنمر برضو اللي بيحصل لما نلاقي حد مشهور مثلا زي ايمان العاصي مثلا طلعت مليانه شويه، ويسرى اللوزي ناس كتير قوي مشاهير برضو بتلاقي تعليقات تنمر، فكل ده بيأثر نفسيا على الام. فانا كنت عايزه بس اوصل للمجتمع فكره ان ده شيء طبيعي، احنا بنخلف وبنولد، يعني دي تغيرات كلها لازم تأثر علينا من بره ومن جوه كمان. صح. اكيد يا مروه. طب مروه شايفه ان دي ظاهره تخوف، يعني ظاهره بكثره موجوده، ولا هي ممكن يعني موجوده مش بكثره، موجوده ممكن من قله من بعض الناس، يعني هي حاجه تخوف ولا حاجه ما تخوفش؟ او المشكله ان الناس بتستغل الموضوع ده وبيعملوها ماده للسخريه. فهي دي المشكله، وخصوصا على السوشيال ميديا يعني عدد الناس كتير وكل واحد مختلف عن التاني. بس اهم حاجه ان احنا نوصل الفكره للمجتمع، يعني احنا لو وصلنا الفكره دي انا حاسه ان التنمر عموما هيقل يعني. مظبوط. عشان كده حبيت اعمل المبادره دي، وكمان عشان ادعم الامهات نفسيا ان هم ما يتاثروش باي كلمه من الكلام ده. حلو. طيب قولي لي برضو يا مروه، يعني ايه اهم الحاجات اللي بتنادوا بيها في المبادره دي، اكتر حاجه بتركزوا عليها غير فكره التوعيه بالتنمر يعني او اضرار التنمر علينا؟ هو اهم حاجه بس ان الامهات يكونوا واثقين من نفسهم، وان كل التغيرات دي نتيجه ان احنا يعني نضحي علشان ولادنا، وان هي تبقى مرحله معينه وبعد كده هنرجع تاني نهتم بنفسنا، وان شكلنا تغيير شكلنا ده يعني وراه قصه بتحكيها مع تعبنا مع ولادنا. صح. بالظبط. طيب واسم انا مش تمثال شمع، يعني انا ام مش تمثال شمع. انا ام احنا مش تمثال شمع، احنا بنتاثر بالزمن وبالخلفه والولاده و يعني مش شكل هو ده كان بس انسب مش... ده كان انسب تعبير للحمله. طيب يعني بتواجهوا برضو ده ازاي يا مروه عشان نبقى فاهمين اكتر معاكي؟ يعني هل مثلا بيبقى دعم نفسي للامهات، للامهات اكتر، لكن مش اللي هم اللي بيتنمروا؟ لا، المبادره ليها جزئين، ان احنا نوعي المجتمع ان ده شيء طبيعي، ان هم ما يشوفوش اي ام يتنمروا عليها، وان ده شيء طبيعي لكل الامهات، وللامهات برضو دعم كدعم نفسي ليهم، ان هم يعرفوا يردوا ازاي لما يواجهوا التنمر ده. طيب شفتوا ده مثلا موجود في سن معين هو اللي يمكن بيعمل ده بشكل كبير على السوشيال ميديا؟ لاحظتوا ان هو من الذكور من الاناث، يعني لقيتوا ايه الموضوع راح لفين؟ بص، من البنات اللي هم سنهم صغير اللي هم ما اتجوزوش فما يعرفوش ايه اللي بيحصل بالظبط، ده بيبقى العدد الكبير. وطبعا الرجاله يعني برضه بيحصل تنمر منهم يعني. طب قابلتوا حالات يا مروه انه الراجل نفسه او الزوج نفسه هو اللي بيقول كلام سلبي لمراته؟ بالظبط، معظم المشاكل اللي اتبعتت بتبقى سبب من الزوج نفسه، وده بيبقى اصعب من المجتمع. يعني ايه ابرز الجمل مثلا اللي انتوا سمعتوها؟ ايه ده انت تخنتي، ايه ده انت يعني شعرك مش عارفه عامل ازاي، جسمك عامل ازاي، كلها بتبقى تعليقات على الجسم تضايق يعني. وطبعا لو من الزوج بيكون اصعب، اصعب لان هو اقرب واحد ليها في المرحله دي، لازم هو اكتر واحد يدعمها في المرحله دي، فبيبقى موضوع بس حاليا هو اكتر حد يقف جنبها يعني. طب بص يا مروه، طيب خلينا برضو نحط الموضوع في نطاقه الطبيعي، يعني ايه؟ هل دلوقتي مثلا عملتوا او عملتي مثلا دراسه او قريتي مثلا شفتي ان ممكن بعد الولاده السيدات المفروض الفترة الزمنية تبقى بالشكل ده لمدة قد إيه مثلا، وبعد كده ترجع مرة تانية تهتم بشكلها أو بلياقتها زي الأول، بقى شكلها بلياقتها زي الأول، ولا ملهاش علاقة؟ لأن برضو خلينا برضو نتفق مع بعض كده
ممكن في حاجات احنا غصب عننا بنبقى مضطرين نبقى كده، يعني زي الولاده ما حدش ليه يد في الموضوع، هو الشكل اللي بيتغير وكل حاجه ربنا خالقها فينا بيحصل فيها تغيير، دي حاجه مش بايدينا. بس هل دي موجوده لمده زمنيه معينه وبعد كده انا في ايديا بقى اعمل ده؟ انا حاليا ولادي بناتي 5 سنين و7 سنين ورجعت اهتم بنفسي واعمل رياضه، بقت تبقى مرحله معينه يعني لحد سن 3 سنين كده، لحد ما بينزلوا الحضانه والمدرسه وترجع الام تاني يبقى ليها وقت تهتم بنفسها وشكلها وتعمل دايت براحتها. لكن الفتره الاولانيه دي اعتماد الطفل بشكل كامل بيكون على الام. صح. او عارفه ممكن نعمل مثلا مبادره تانية يا مروه اللي هو ادفع عشان اخس، اللي هو يعني انت متضايق من شكلي هات فلوس، هات فلوس كده اعمل لي عمليه حلوه بعد الولاده ارجع بيها تاني. ولا طب ما في حاجه احلى، ايه؟ اقفل بقك من غير ما ادفع. ايه ده جميله جدا، إيه؟ قفلنا بقنا مش هندفع. ايه ده؟ لا لا دي مبادره مش هنخسش ندفع. الموضوع كله مرتبط بالنوره، لو قفلنا ده لو هو هو ده اللي عامل مشكله، هو ده اللي بيحل كل حاجه في الحياه. دي مبادره وحشه، احنا نعمل ادفع عشان اخس، او لو مش عاجبك هات لي ناني مثلا، دي مبادره ثانيه. مثلا تهتم بالولاد وانا اخد بالي من نفسي. المشكله ان الستات عمرهم ما بيتنمروا على 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 جوزها، لكن الجوز هو دايما على طول هو اللي بيتنمر على الست، ما تعرفيش ليه. معلش لينا 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 اسبابنا بنولد وبنخلف، هم اسبابهم ايه يعني؟ لو لا احنا بس بنحس كده زياده يا مروه، والله يعني فاهمه احنا حساسين اللي هو بنراعي اللي قدامنا، واكيد مش هنقول له كلمه تضايقه او مش هنقول له كلمه تجرحه. طب بقول لك ايه برضو، عايزين يا مروه ندخل معاكي مبادره جديده للرجاله اسمها انا اب مش محفظه، ايه رايك؟ حلوه دي، عادي ممكن يعني يحسوا بينا يحسوا بيك ربنا. اعملها انت بقى، انا مش هعمل، انا هخش معاكي بصي بقى يعني هنعلي على بعض. طيب مروه احكي لي برضو ايه اللي انتوا ناويين تعملوه عشان مبادره انا ام مش تمثال شمعة تنتشر اكتر؟ هي الحمد لله احنا على الجروب امهات كتير قوي شاركت بصورها، وطلبت كمان الامهات يحطوا صورهم مع هاشتاج المبادره على صفحاتهم، والموضوع عموما نجح يعني. انا حاسه الفكره انتشرت بين الامهات. حلو جدا، احنا بنشكرك جدا يا مروه ونورتينا، وتحيه لكل الامهات اللي عندك في المبادره، واكيد هم مش تماثيل شمعة خالص وليهم كل الاحترام. شكرا ليكي نورتينا. شكرا جدا ليك. لو نخف شويه تعليقات طبعا الموضوع حلو قوي. لا لا لو نبطل كلام والله الموضوع هيخلص خالص، مالناش عملنا مبادره، الرجاله هيعيشوا في سلام. مالناش عملنا مبادره. طيب بص يا جماعه، دايما ايه يا نوره يقول لك ايه، لو انت دخلت مثلا اوضه اخوك او اختك او اي حاجه ولقيتها متلخبطه كده وفوق بعضها، لو جيتي مثلا او جوزك او جوزك او مراتك ايا كان يعني، وجيت ترتب الاوضه كده بشكل معين، تلاقي مره واحده بس انت بتعمل ايه او انت بتعملي ايه؟ هو في انا بوضب الاوضه بخليها شكلها حلو كده ونظيفه وجميله؟ لا، انا كده الحاجه مش هعرف اجيبها زي ما انا حاططها. ايوه صح. تلاقي الاوضه فوق بعضها او الشقه متكركبه او ايا كان، بس هو يعني عارف هو حاطط حاجه فين، هي عارفه هي بتعمل ايه، لو في مليون حاجه قدامها هي هتجيبها، هي شايفاها قدامها. زي كده ايه فكره انت هتلاقي الابره في كوم قش، لا هلاقيها. والعكس صحيح. قالوا بقى ايه؟ قالوا ان الناس اللي ممكن مرتبه شويه او المنظمه مش بيكونوا بعبقرية وموهبة الناس الفوضوية شويتين ثلاثة يعني، وده مش كلامي، ده كلام بعض الدراسات اللي قالوا عليها الكلام ده. ده حقيقي. يمكن أنا بحس، أو أنا من الشخصيات اللي هو لو حسيت إن الأوضة مش مترتبة أو كله مكعبل على بعضه، نفسي مش هتبقى مفتوحة أصلاً. إن أنا ولا أقعد أفكر ولا أقعد أبدع ولا أقعد أعمل أي حاجة بالعقل كده، نفسي مسدودة، المكان اللي حواليا متكركب. ولكن فعلاً في ناس بشوفهم حواليا اللي هو لا، ما حدش يشيل أي حاجة من مكانها، وهو بالنسبة لهم على فكرة ده النظام، الحاجة فوق بعض، بس هم عارفين المكان مكان كل حاجة فيه. هم شايلينها فين بالظبط كده؟ يمكن حد عرفه كده اللي هو الأوض الشقة كلها تتنظف إلا الأوضة دي، محدش يدخلها ولا حد يشيل ورقة من مكانها ولا حد يحط أي حاجة فيها، اللي هو أنا عارف كل حاجة محطوطة فين. وده على فكرة بيخليهم إن هم يعني بيفكروا أكتر، أو عاملين كده عارف اللي هو النوتس اللي بتبقى متعلقة على الحيطة، كل حاجة في مكان، في مثلا صورة أو برواز في مكان، ده بيوحلهم بحاجة معينة. ناس فنانين مالكش دعوه بيهم. موقع اي بي اي قال بقى يعني الدراسه دي او نشرها يعني على لسان الدكتور اسمها كاثلين فوهس، يعني قالت ايه؟ قالت ان المفروض يعني الناس اللي هي المنظمه او الناس اللي هي دايما بتحب كل حاجه تكون في مكانها دايما، دي بتعمل كل حاجه مثاليه وكل حاجه صح، ودايما اكتر حاجه بيعملوها في طلباتهم الاكل الصحي.
والشكل المثالي في حياتهم بشكل كبير جدا. طب وده ايه المشكله؟ ودايما بيتبرعوا لجمعيات خيريه يعني. أي يعني طب هو ده الناس نموذج هم... حلو يعني. نموذج يعني لطيف جدا ان الناس دي رايحه في برضه في منطقه مش وحشه. بالظبط. منطقه برضه لطيفه. بص ده اللي يناسبه وده اللي يناسبه. يعني الناس اللي بتقعد على حسب الدراسه يا جماعه، الناس اللي بتقعد في اوض مترتبه وشكلها حلو كده بيميلوا انه حياتهم عامه تكون ماشيه بلايف ستايل معين، اللي هو بياكلوا اكل صحي، ناس خيره، ناس مثلا ممكن يبقوا بيعملوا رياضه، الحاجات اللي هي الطبيعيه المنطقيه دي. على العكس بقى الناس اللي بتحب تقعد في فوضى او كركبه او الاوض بتاعتهم مش مترتبه، دول بيميلوا اكتر ان هم يجربوا حاجات كتيره او حاجات مختلفه، حاجات ما يعرفوهاش، وكمان ان هو يكون عندهم الجانب الابداعي اعلى من غيرهم. ويمكن ده بحسب الدراسه، هم جابوا ناس وقسموهم دول في اوضه ودول في اوضه، وشافوا الاوضه المترتبه دي بيطلبوا ايه والاوضه الفوضويه بيطلبوا ايه. لا دول بيطلبوا اكل صحي وجميل ولطيف وحلو واكل حلو كده جميل تخلي حياتك رشيقه مية مية. والناس التانية عندهم دايما ايه اللي هو بتوع بالليل بقى، عايزين ايوه اللي هو بتوع الساعة 12 بالليل، دول اللي هم ايه دليفري الحاجات العجيبة دي اللي هي الصحية قوي، اللي هي تدخلك 10 15 كيلو كده وانت قاعد بنشرب شاي اخضر بعدها، بنشرب شاي مش مشكلة. يقول لك انا هاهضم بالشاي الاخضر، هاهضم ايه؟ مش هيجيب نتيجة. لا هيدخل بجد يحرق ايه ولا ايه يعني؟ يعني ده الشاي الاخضر هيخش يتصدم جوه، مش هيلاقي حاجة يعني يعملها. بالظبط كده. وكمان جابوا بعض الاشخاص وحطوا على المكاتب عندهم بعض الاوراق يعني الفوضويه كده والحاجات اللي مش منظمه، وكور او يعني بعض الكرات يعني من البينج بونج، وقالوا كل مجموعه فيهم يتصرفوا ويشوفوا يعملوا ايه بالحاجات اللي قدامهم دي. ابتكار بالكوره دي. لو ايه بقى؟ لو ان بعض الناس اللي هي مش فوضويه الناس بس انا معايا تليفون فانا مركز في التليفون. طب ناخد تليفون بعدين نرجع للبينج بونج. الو يا مروه. ايوه ازيكم؟ ازيك يا مروه عامله ايه؟ تمام الحمد لله بخير. احكي لنا، هل انت من الاشخاص الفوضويين اللي بيحبوا اوضتهم تبقى مكركبه ولا العكس؟ لا انا فوضويه نوعا ما، بس اللي هي العشوائيه المنظمه. اللي هو عارفه مكان الحاجه. بالظبط، انا كل حاجه متنعكسه بس انا عارفه مين رايح فين وجاي منين. اوكي. ده في اوضتك ولا في الشقه بشكل عام يعني؟ في الحياه والله. ليه كده يا ماما؟ طب انت متجوزه ولا لسه مع بابا وماما في البيت؟ لا لسه مع اهلي في البيت. طب يعني ماما بتصوت طبعا. طبعا. الاخبار ايه؟ الدنيا طيب معاكي؟ يعني مفيش اي تاثير خالص؟ مفيش اي حاجه؟ انا بحس ان انا كده مرتاحه نفسيا اكتر. على فكره لو كانت عشوائيه غير منظمه انا هتعصب، لكن طالما عشوائيه منظمه وعارفه كل حاجه انا شايفه ده فلسفه ازاي ده؟ يعني او بصي، واحنا بنحاول نقنع نفسنا انه دي فلسفه وان احنا كده عندنا عمق داخلي ولا لا؟ لا 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 على فكره ده حقيقه، احنا مهرولين. ده بجد الكلام ده؟ لا لا ده حقيقه وفي دراسات بتاكد كلامنا. وبعدين اغلب الناس العباقره والرسامين والفلاسفه كانوا بيتميزوا بالميزه دي، فهي حاجه مش من دماغنا يعني. طب انت مثلا حاسه انك مبدعه في ايه اكتر حاجه؟ فنانه في ايه مثلا؟ في الفوضى، في الفوضى اللي انت ممكن بتحبيها دي او الشكل ده؟ هو انا بحس ان ده بيديني راحه نفسيه، بيخليني اعمل اكتر حاجه بحبها وهي الكتابه. فبحس ان هو ده بيخليني في راحه نفسيه اكتر، بفكر خارج الصندوق اكتر، بفكر ببراحه اكتر. لان على فكره الناس اللي هي بتبقى منظمه كل حاجه دول بيبقى اغلبهم مهندسين والناس التقنيين، فبتبقى كل حاجه عندهم 1+1 بيزود 2. والله كل حاجة والله. لا يا مروه يعني هقول لك على حاجه، يعني انا مثلا ما بدخل بيت بلاقي فيه كركبه بحس ان انا مستعجله عايزه اروح، فاهمه؟ والله العظيم بحس ان انا في حاجه ورايا. لما بدخل بيت تاني الاقي كل حاجه في مكانها وفي هدوء وراح انا عايزه ابات في البيت ده، فاهمه؟ اللي هو يعني لو في واحده صاحبتي كده بروح لها بقول لها بيتك مريح، كل حاجه في مكانها ومنظمه يعني، فعادي ممكن ابات عندها فعلا بسبب الحوار ده، ان انا مرتاحه نفسيا. فمش عارفه انتوا ازاي بتعملوا كده. ما اعرفش بس انا مرتاحه نفسيا للعشوائيه دي. وعلى فكره دي ممكن تبقى لما بتخش البيت تلاقيه متكركب وعايز يعني عايز تمشي على طول، تلاقي ان انت نفسك يا عيد تقومي ترتبي كل حاجه مكانها، اللي هو استعيدي الكنبه دي شويه، في شراب مرمي ورا تعالي هاتيه، فانت بتحسي ان انت من جواكي عايزه تقومي تعملي مهمه. لكن لما تخشي البيت منظم بتحسي ان الدنيا لطيفه ومهندمه وانت محتاجه ترتاحي بس. طب جهزي نفسك بقى عشان الجواز هيبقى شكل مختلف خالص. شكرا. خلي بالك خلي بالك بقى. لا انت عارف ايه
المشكله بجد؟ نورتينا جدا يا مروه، شكرا جدا ليكي. باي باي مروه. باي باي. عارف ايه المشكله بجد والله العظيم اللي بحسها معاناه؟ انه لما يكون شخص فوضوي وشخص منظم والاثنين يتجوزوا بتبقى كارثه، انه ده عايز طول الوقت يرمي كبيرة. كل حاجه في كل حته، عاده بيبقى الراجل، والست عايزه كل حاجه في مكانها، فبيبقى كده خالص. انت فاهمه غلط. انت فاهمه غلط. طيب يعني بصوا، لا يعني خلينا برضه نتكلم، نقول ايه ان الدراسه بتقول ايه، ان نكملها بقى اللي هي اللي عملها بعض الاحصائيه يعني والكرات دي. المهم ايه، لقوا في الاخر خالص ان الناس الفوضويه ان هم يعني ابتكروا حاجات اكتر من الناس اللي هي ممكن منظمه شويه وعندهم ابداع اكتر، ويمكن هو ربنا خلق فيهم موهبه شويه زياده، يمكن هم حسوا ان هم بيجمعوا الحاجات بعينهم اكتر او اسرع شويه، فعملوا ابتكارات واشياء مختلفه عن الناس المنظمه شويتين ثلاثة. بالظبط كده. يمكن برضو زي ما كانت بتقول منى، كانت مروة 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 معلش انا مش عارفة الذاكرة ايه اللي حصل لها، ما علينا. انه في ناس من المشاهير او الناس اللي احنا بنشوفهم من المفكرين والمبدعين كانوا اوضتهم مش مترتبة، او المكتب بتاعهم طول الوقت كل حاجة في مكان شكله، هم كانوا بيقدروا ان هم يبدعوا بالطريقة دي او بالشكل ده. يمكن من اشهرهم كان ستيف جوبز، قال انه اخترع الكتب الالكترونية، الكتب اللي هي على الموبايل، بسبب ان هو كان بيبقى صعب عليه انه يلاقي الكتب اللي هي الورقية او الكتب العادية يعني يا جماعة، وسط الزحمة والدوشة اللي كانت بتبقى على المكتب بتاعه. فده يثبت انه كان عبقري بسبب ان هو كان فوضوي. لا، ده اللي خلاه يثبت لنفسه ان هو كان عايز يكون منظم. إيه كان اكثر تنظيما. لا، اخترع الكتب الالكترونيه، ما ده خلاه يبعد عن المشكله كانت عنده، وبيقول لك انا عملت ده يعني. أيه هو يعني معنى كده ان هو مبدع، هي وصلته للحته دي. لكن هو في الاخر لو جيت تفكري بقى من فوق كده، ان هو عايز يوصل لراحه البال، عايز يوصل لشيء منظم. ايه ده؟ لا طب الكتاب الالكتروني ده من الاخر كده، ده على الموبايل. على الموبايل، صح الكلام؟ وده خلاه في الاخر خالص يبقى ملم بكل حاجه داخل المحتوى ده، صح كده؟ يعني بقاش في كركبه، ما بقاش الموضوع مش منظم، بقى منظم. لا اقنعيني يا نوره بقى، قولي لي بقى من عندك بقى الدراسات الثانيه. هو بص هو نوصل للقاعده الاولانيه، ان هو المكتب عنده طول الوقت عليه ورق وعليه حاجات وبنطلون فوق مش عارفه فين والحاجات دي كلها، تمام؟ فخلاها تخلص منهم. لا، ما كانش بيلاقي الكتب بتاعته، فهو قرر يسيب كل حاجه زي ما هي مرميه في مكانها، وهيخترع حاجه اونلاين علشان يقدر ان هو يوصل لها بسهوله. حلو، يعني ده يخليه اكتر تنظيما، يبقى منظم اكتر. ايه ده يا جماعه؟ ردوا عليها. طب اقول لكم على حاجه، كلمونا انتوا يا جماعه، انا كلامي صح ولا كلامي غلط؟ انا كلامي صح. طيب ما علينا. بصي، اديك مثال تاني. يلا بينا. اينشتاين كان ايه بقى؟ مكتبه كان دايما غير منظم. هي بصور اينشتاين ادينا صدق. طب يعني انت ما صدقتش ليه على ستيف جوبز؟ عشان لا يعني حاسس ان هو مش رايح في هو راجل بتاع تكنولوجيا وراجل ما يبقاش فوضوي. مكتب اينشتاين على فكره كان زي مكتب ستيف جوبز. لا، ممكن اينشتاين ممكن شويه ان هو اهو ده المكتب. اتفضل. طب مكتبه حلو وهو جميل. انت شايف كل الورق؟ بص، شايف المكتبه اللي وراه والحاجات اللي مكتوبه على يعني اينشتاين ممكن اصدق ان هو يعمل ده يعني. ليه؟ ابحاث بقى وعلم يعني. طيب الموضوع عنده مختلف شويه. ماشي، ما هو مبدع عشان فوضوي، ما هو ده اللي احنا بنقوله، وده اللي بص دايما بحس الناس الاكاديميه او الناس اللي هم اللي بيتعمقوا في الدراسه شويتين ثلاثه يعني غصب عنهم بتلاقيهم ان المراجع والدراسات والابحاث عندهم بتبقى بكتير جدا، بكثره يعني موجوده عندهم، فده بيخلي الشكل العام للمكتب للمكتبه اللي حاطينها عندهم. انا ما اقدرش. انت متخيل المكتب ده؟ انا لو في ورقه كاتبه فيها حاجه وعايزه افتكرها مثلا، هقعد ادور في كل دول ازاي؟ مستحيل. لا، هو عارف بقى. انت عارف يعني ان انا اصلا لما يعني الاذكى الاذكياء يعني. طبعا يعني هي قدرات، بس انا مثلا من الناس اللي لو حاجه الدولاب مثلا بتاعي اتلعبك يعني، وانا بشد لبس وكسلت ان انا اعمله وسبته كده فتره، والله في لبس فعلا بنساه، واول هو ده بتاع مين وايه اللي جابه هنا والحاجات دي كلها، لان انا مش من الناس اللي هي بعمل الفوضى المنظمه دي. يبقى دي مش طبيعتي، يبقى انا بميل للحاجه ان هي تكون في منظمة. مكان، فمش هقدر ابدع في الكركبه والدوشه. لا، بس احنا مبدعين والله الحمد لله. اتكلم عن نفسي يعني، مبدعين اهو زي الفل. مبدعين اهو. لا بس الواحد برضه هنرجع نقول ان الفوضى، انا شايف ان ده مش شيء مثالي خالص. انا بحب الدنيا تبقى منظمه والحياه وهي نظيفه جميله جدا، وكمان لما بيتك او بيتك تبقى يعني ريحته حلوه وكل حاجه في مكانها، دي ملهاش علاقه خالص
يعني ان موهبه بقى مش موهبه، ليها علاقه بحاجات تانية خالص. طيب هي دي كانت دراسه حابين اني دردش معاكم فيها شويه، وبعد الفاصل بقى خليكم معانا، ان الفقره الجايه برده مهمه جدا جدا. هنتكلم مع انجي شوقي وهي مدربه العلاقات والتنميه الذاتيه عن بقى يعني اهميه النضج في حياتنا، ايه اللي بيخلي الواحد عنده نضج في حياته بشكل مختلف عن الاخرين، هل هي ممكن التجارب الحاجات اللي ممكن اللي بيمر بيها في حياته بشكل معين، ولا ملهاش علاقة خالص، ليها علاقة بالدراسة وليها علاقة بحاجات ثوابت كده؟ بعد الفصل خليكم معانا. ورجعنا لكم من جديد ولسه مكملين معاكم باقي فقرات إن بوكس. الفقرة دي زي ما قلنا لكم كده من البداية هنتكلم فيها عن النضج العاطفي. يمكن ناس كتير ممكن ان احنا نقابلهم وزي ما كان بيقول كده فاروق انه يكونوا كبار في السن ولكن تلاقي عقلهم قد كده هو، اللي هو ما تعرفش ولا تتناقش معاهم ولا تتكلم معاهم، تلاقيهم بيتقمصوا على اقل حاجة وتحس ان انت بتكلم عيل صغير. وفي ناس العكس، تلاقيها مثلا 15 ولا 16 سنة وما تيجي تتكلم معاهم تحس ايه ده انتوا ازاي كده، او ان انتوا ازاي سابقين عمركم. طيب يا ترى ايه هي علامات النضج العاطفي، وهل هو مرتبط ببعض الخبرات ولا هو بيجي مع الوقت؟ كل ده هنعرفه من خلال ضيفتنا انجي شوقي مدربه العلاقات والتنميه الذاتيه. ازيك يا انجي؟ ازيك يا نور، عامله ايه؟ منورانا. ايه الاخبار يا انجي؟ كل سنه طيبه. وانت طيب؟ ما تقابلناش من السنه اللي فاتت. ايوه كتير، نبدا سنه جديده مع بعض. يا رب ان شاء الله السنه كلها خير باذن الله ونجاحات ان شاء الله يا رب. طيب انجي، ازاي بقى نعرف هنا ان الانسان قدامي ممكن يكون ناضج بشكل كامل او مش ناضج؟ طيب خلينا نبدا مبدئيا، ايه هو النضج العاطفي؟ زي ما نوره قالت في المقدمه انه هي ليها علاقه انه بنبقى صغيرين وبنكبر. بس ده ليه علاقه بالمفهوم الجسدي، انه وانا صغير بيبقى فيه الام او الاب دايما بيرعوني، انا بعتمد عليهم. ولكن النضج العاطفي هو برضو قدرتي اني مع الوقت اكون معتمد على نفسي في اداره مشاعري. اوكي، هو نبسطها. نبسطها يعني انا اكون مش معتمد على الاخر خلاص في اني ابقى مبسوط او اني ابقى زعلان، اكون متحمل مسؤوليه مشاعري. خليني اديكي مثال. يعني مثلا احنا راكبين العربيه، اتنين مثلا قاعدين مع بعض وفجاه العربيه عطلت او الكاوتش فرقع او حصل اي حاجه. في واحد هتلاقيه دايما طول الوقت بيلوم اي حد حواليه، انه انت السبب، انه انت اللي اخرتني، انت اللي خلتني ابقى مستعجل فما شيكش على العربيه. أيوة ده الميكانيكي، هو دي الشوارع هي اللي عامله كده. وافضل طول ليه؟ لاني انا مش مسؤول عن مشاعري، انا مش عارف ادير مشاعري بالطريقه اللي تخليني اطلع من المشكله اللي انا فيها. بس هتلاقي واحد قعد على جنب هدي، احتوى مشاعره، شاف هو حاسس بايه، وابتدى بقى ياخد خطوه. طب نكلم اقرب حد، طب نشوف مين هيعمل ايه. ففي واحد في حل، مش هقعد اندب. بالظبط. ففي واحد قدر يعتمد على نفسه في اداره مشاعره، فده ساعده ان هو يطلع من الموقف. وفي واحد يعني مش متعود يواجه المواقف دي لوحده، فدايما بيستسهل انه يعتمد على الاخرين، ويرمي اللوم على الاخرين. دي كارثه. بالظبط. طيب انجي، برضو يعني المفروض ان انا اتعامل مع الشخص الغير ناضج ده ازاي؟ يعني هل مثلا ان انا طول الوقت اقوله ان انت مش ناضج، او ان انت مش مسؤول، او انه ما ينفعش ترمي اخطائك طول الوقت على الناس اللي حواليك، ولا المفروض ان انا اعامله بذكاء شويه، خصوصا لو كان حد قريب مني، اختي، اخويا، جوزي، واحده صاحبتي، يعني اعمل ايه؟ بصي، هو مبدئيا الموضوع ده محتاج تفهم وصبر. هو الإنسان اللي هو ممكن يكون مش عارف يتعامل مع مشاعره، هو أولاً ممكن يكون مش متعود على ده. اتعود من وهو صغير، عارفة النموذج بتاع ابنك وقع على الأرض، إيه ده الأرض وحشة. فإحنا مع الأسف كمجتمعات شرقية ما تعودناش نعلم ولادنا إن هم يكونوا يتبنوا مشاعرهم ويشوفوا هم حاسين بإيه، وبناء على الإحساس ده يبدأ يتصرف. فهماني؟ فممكن يكون اللي قدامي مش عارف، ممكن يكون اللي قدامي بيعمل ده عن قلة خبرة. بالظبط، قلة خبرة. يعني ممكن يكون فعلا حد كبير، بس هو ما واجهش المواقف دي كتير، في معاه ناس حواليه دايما بتعمله، وفي ناس. فلازم يكون، بالذات لو حد قريب مني، لازم يكون عندي تفهم لطبيعة اللي قدامي، لازم يكون عندي صبر في اني اوصل له المعلومة باكتر من طريقة. بس خلي بالك بقى، في خطوط حمراء. زي ايه؟ زي لو انا ابتديت اتأذي، يعني لو انا مثلا مدير وعندي حد في التيم بتاعي كل يوم يتأخر، حضرتك عارف الدنيا زحمة والشوارع. طب ما عملتش التارجت ليه؟ ما هو انت شايف البلد وشايف الدنيا عاملة ازاي. هحاول مرة واثنين وثلاثة. هو انسان مش قادر يطلع يقول انا غلطان.
او مش قادر يتحمل مسؤوليه ان هو مره غلط فيبدا مثلا يظبط الالارم بدري، ان هو يبدا ياخد اجراءات معينه. ففي الحاله دي عشان انا كمدير انا ما تاذيش ابدا احط ايه حدود مهم جدا. طب الحدود دي بتقول ايه؟ بتقول انه في مواعيد عمل من كذا لكذا، ولو انت ما التزمتش بده هيبقى في خصم. فده مفيد جدا للي قدامي. ليه؟ لانك حطيتي قدامه اختيارات، بدل ما كان اختيار واحد اختيارات. اولا انت عندك اختيار ان انت يا اما تيجي في ميعادك وتحافظ على مرتبك، او ان انت تفضل زي ما انت وتخسر مرتبك، او ان انت كمان لو التزمت اكتر واكتر وحققت التارجت ممكن تاخد مكافاه. ماشي، بس انا اقصد انه يعني ممكن ده يتقنن في اطار الشغل، انه لو حد موظف عنده او العكس يعني. بس لما بيكون في العلاقات اللي هي انسانيه اكتر او حد قريب مني قوي، يعني مثلا مش هقدر اروح اقول لجوزي اللي هو انت لو عملت كده تاني انا هعمل مش هعمل لك اكل مثلا، فاهمه قصدي ايه؟ اللي هو مش هقدر ان انا احط له اختيارين ويبقى حاجه فيهم ممكن تضايقه، يعني فاهمه قصدي ايه؟ من علامات الناس اللي عندها نضج هي قدرتهم على التكيف مع التغيير، خلاص؟ فلو انا الطرف الاكثر نضجا تمام، فانا دوري اني احاول اغير في طريقه المعامله، مش اغير جوزي، اغير معاملتي ليه. حلو. فلما اني لما انا اجي اغير المعامله اقدر اشوف بقى ايه هي الطرق اللي بيها هقدر اوصل مشاعري. انا دلوقتي فالبدايه ايه بقى يا نوره؟ ان انا اعرف مشاعري. انا حاسه ان انا متضايقه، انا حاسه ان انا وحيده، انا حاسه بالخذلان، انا حاسه ان انا عايزه اتسمع. على فكره اغلب مشاكل السيدات اللي بتجيلي انا حاسه ان انا عايزه اتسمع. انا زعلانه منه بس عشان ما بيسمعنيش، مش عايز يفهم. في بقى طرق كتير جدا، انا عندي زوجين عاملين لبعض نوت بوك. حلو. ابتدوا يكتبوا فيها، عارفين النوت بوك دي بتاعت مشاكل حياتهم هما الاثنين مع بعض، هما فضلوا سنين مش عارفين يسمعوا بعض، مش عارفين يتواصلوا، مش عارفين يتواصلوا. هو ما عندوش وقت كافي وهي بتزعل فنتخانق، فمش عارفين يتواصلوا، الطريقه مش حلوه، فالدنيا بتعلى بيسيبوا بعض ويمشوا. كل نقاش بيقلب خناق. والموضوع بمنتهى البساطه لما انا قعدت معاها، هي عايزه ايه؟ عايزه تتسمع، عايز حد يفهم مشاعرها. فلما هي ابتدت تكتب مشاعرها عشان هي تشوفها وتفهمها، بالصدفه هو قراها. حلو. فقال لها ايه ده، دي انا ما كنتش اعرف ان انت حاسه بكل ده. خلاص انا تفهمت و انا هعملك اللي انت عايزاه، ولو في اي حاجه احنا نكتب لبعض. بقى هو يكتب لها وهي تكتب له. ده مثال حلو جدا. فلما انا ابدا اتعرف على مشاعري احاول مع الطرف الاخر باكثر من طريقه ان انا اوصله. طب معلش، هنا في فرق بين النضج بشكل عام والنضج العاطفي؟ يعني هو انواع يعني؟ طبعا. النضج العاطفي هو ادارتي لمشاعري. لانه معظم المشاكل اللي احنا بنتحط فيها يا فاروق ان انا ببقى في اللحظه دي مش عارف انا حاسس بايه. خليني اقول لك اكزامبل دايما بيحصل مع الامهات، ان الطفل لما يعمل مثلا حاجه خطيره الام مثلا تضربه. انت لو سالتها في اللحظه دي انت حاسه بايه؟ هتقول لك انا هموت من الرعب. خايفه عليه. خايفه عليه. طب بتضربيه ليه؟ لان من كتر ما هي مش فاهمه اسم الشعور اللي هي حاسه بيه، هي خافت. مشاعر عكسيه فالمشاعر كلها دخلت في بعض. فالطفل ممكن دي تعمل له صدمه طول عمره. انا ماما ضربتني، هو لما يكبر هيفهم ان طبعا انت عملت حاجه خطيره، هي كانت خايفه عليك، بس هو صغير عمره ما هيفهم ده. ممكن يفسرها ان هي مش بتحبني. فمهم جدا، وده دورنا، لو انت مش عارف تفهم مشاعرك مهم جدا ان انت تلجا لمعالج نفسي او تلجا لحد يساعدك ان انت تبدا تفهمها. هيساعدك كمان الكتابه. لما تتعرض لموقف ممكن تقعد تكتب، تفرغ الطاقه اللي جواك. فتبدا تشوف الموضوع من بعيد، ايه ده انا زعقت؟ طب انا زعقت ليه؟ علشان في حد مثلا اخترق خصوصيتي. طب ما انا بعد كده اوضح للي قدامي ان انا مش حابه ان انت تتكلم في الموضوع ده، بدل ما نتخانق. انت فاهمني؟ فلو انا عارف اسم الشعور اللي جوايا من الاول هيساعدني جدا وانا جايه اوصل المعلومه للي قدامي. طب ازاي اعرف ان الشخص اللي معايا او اللي حواليا يعني انه ده غير ناضج عاطفيا؟ يعني هل في علامات كده تبينه لي ان هو مثلا ما بيشيلش مسؤوليه، بيرمي اللوم دايما على اللي حواليه، يعني اناني؟ بصي، خلينا نجيبها بالعكس. يعني لو احنا حبينا نشبه النضج او هو كده بالشجره، الشجره فعلا الناضجه ليها مميزات يا نور. زي ايه؟ الشجره الناضجه شجره معطاءه، خيرها كتير، تلاقي ورقها كتير وفروعها كتير وثمارها كتير وبترمي ضله. فالانسان الناضج هو انسان معطاء، تلاقي كده خير للناس. بينما الانسان بقى الغير ناضج هو دايما بيفكر هو هياخد ايه.
دايما بيفكر في حقوقه قبل ما يفكر في واجباته. صح. فلو احنا عايزين نقول ايه هو الصح، الصح هو التوازن. ان انا طول الوقت ابقى عندي توازن ما بين حقوقي وواجباتي، ما بين اللي انا بديه وما بين اللي انا باخده. حاجه كمان مهمه جدا انه الشجره الناضجه بتعرف كويس قوي وقت يعني وقت الرياح امتى توطي وامتى انها تستسلم للرياح. يعني لو انا عندي مشاعر قويه جدا، مش يعني مش اصح حاجه ان انا اطلع اقول لا والله انا ما حسيتش حاجه. زي مثلا الناس اللي بتتعرض لفقد حد، مثلا اتعرض لحد يعني فقد حد عزيز عليه، حاله وفاه او حاله انفصال، فمثلا ممكن حد انفصل يدخل في علاقه ثانيه على طول، ده نوع من انواع الهروب. ايوه صح. لان هو ما تحملش ان هو يحس بالحزن او بالزعل. نفس الحكايه في الوفاه، انه انا حد توفى عندي، فانا بقى عايزه اخرج صاحبتي، يلا بينا نخرج، يلا بينا مش عارف نعمل ايه. لا، لازم تاخد وقتها. الشخص الناضج بيستسلم للمشاعر السلبيه، مش بيستسلم بانكسار، لا، بيبقى عارف انها هتاخد وقتها زي ما انت بتقولي، علشان لما وقتها ده هيخلص هبدا في سيزون جديد. زي الشجره، هي وقت الخريف بيسقط عنها كل الورق بتاعها عشان تيجي تاني في فصل تاني تبقى مزهره وكويسه. لكن اللي هيفضل طول الوقت يقول لا والله انا مش حاسس بحاجه، انا كويس، انا بخرج، انا مبسوط، الناس دي في الغالب بيجي لها بريك داون، بيجي لها انهيار مره واحده. صح. عشان بتقعد يعني كاتمه جواها وبتغير المشاعر والاحاسيس الداخليه بحاجات تانية، فبيحصل لها الهبوط او الانكسار اللي هو الداخلي مره واحده. ممكن حاجه بسيطه قوي، يعني اوقات كتير بشوفها قوي يا فاروق في الشارع. واحد كسر بس على واحد غصب عنه، تلاقي عمال يزعق. تعرف بيصعب عليا جدا، بقول الراجل ده مكبوت قوي، ده انا ده ربنا يعينه بجد. اصل مستحيل يعني كسره عربيه قد كده خرج تخليه عمال يعمل كتير. كل ده، ما هو في ناس يقول لك ايه دايما، انت اديت الموقف ده اكتر من حقه. ايوه صح. يقول لك انت ايه ده، في الموقف ما كانش يستدعي اللي انت عملته ده. فهنا بقى الشخص يعني الشخص ده بقى ايه، اشفق عليه يعني ولا اتعامل معاه ايه؟ لا طبعا، لا انا يعني لو انا اللي بعمل كده، انا اللي عندي التراكمات. تنتبهي ان انت يعني بدل حاجه بسيطه خلت الانسان يزعق قوي كده، ده اسمه انفجار، يعني بننفجر. طب انا لازم اول باول اساعد ان انا افرغ مشاعري السلبيه. زي ايه؟ زي ما انا قلت لك، ممكن كتابة، اكتب، ممكن اروح لطرف محايد اتكلم معاه، يعني يكون حد مش يعني جوه الوسط بتاعي، واروح اتكلم مع حد طرف محايد. حلو. ممكن كمان ان انا اعمل تمارين رياضيه، الرياضه بتساعد جدا. يوجا مثلا. بالظبط كده، التنفس بشكل صحيح. عايز اقول لك ابسط حاجه يعني انصح بيها اي حد، اول ما تصحى الصبح 5 دقايق اتنفس صح. ورينا. يعني اربع شهيق واربع زفير، 5 دقايق، حط الستوب ووتش. بتساعد جدا في تنقيه الذهن، بتساعد جدا ان انت تبدا يومك فريش. عارف لما اللي هو زي ما بنشوف كده في الافلام، لو اربعه وطلع من بقي بالراحه، وطلع في اربعه حتى لو مش من بقك، استنشقي في 4 عدات. العلماء بيقولوا ان احنا بنستخدم ربع الرئه عشان مش بنتنفس صح. فمن الحاجات اللي بتساعد جدا على تخريج الطاقه السلبيه ان انت تتنفس صح. عشان كده الممارسات التامليه زي اليوجا وزي التامل، حتى لما تقعد قدام البحر، ليه الحاجات دي بتصفي الذهن وبتخلي نفسيتك كويسه؟ لانك بتتنفس صح. اوكي. لا هو بس الكمامات دلوقتي اول ما نصحى من النوم بقى خلاص شيء ماسكات وبنتكلم تمام. ومثالي برضو مع التنفس ده، انا شايف ان احنا يعني افضل وقت نغذي بيه دماغنا مع التنفس ده. طبعًا. يعني ندي بيه طاقه ايجابيه. يعني مثلا انت النهارده حاسس ان مودك ايه، يعني قايم من النوم كده فتحي عليه رزاق يا كريم، انت ايه بيبان على بيبان عليك. على بدايه اليوم الحق نفسك وقول ايه، هيبقى يوم حلو، اليوم حلو. والله ما بهرج، ان شاء الله هقدر. يعني دايما خد نفس وطلع الطاقه اللي جواك بايجابيه. ولا احنا بنفتي يا انجي؟ لا طبعا، انا عند ظن عبدي بي، يعني ظني بالله كده اول ما صحيت الصبح ان هو اليوم هيبقى جميل. طب والله انا مره كنت صاحيه من النوم وقلت انا عايزه هديه، انا صحيت كده الصبح انا عايزه هديه. قبل ما انام بالليل خالص جاتلك هديه، جاتلي الهديه، يعني قعدت وانا نسيت، انا عايزه يا رب 5 مليون دولار. فوالله انا وانا قلتها بمنتهى، لا انا زعلانه، انا عايزه هديه. حاجه جاتلي في منتهى، صاحبتي عدت عليا جابت لي شوكليت قبل ما انام. ايه ده،
انا مش وايه بتخبط عليا وانا عايزه انام، فانا بقى متعرفه ما متعصبه بقى انت اللي جايبه دلوقتي اليوم هيقفل والله العظيم. لقيت كيك شوكليت محطوطه لي على الباب، اللي هو يا رب ايه ده، انا مش مصدقه. في قد ايه نيه صادقه مع حسن ظن بالله بيحصل، هتفرق جدا. وقوه الايحاء ان انا فعلا ببقى بقول حاجه وانا مصدقاها جدا، فطبيعي انها تحصل. ويمكن ده اللي بيخلي ناس كتير ممكن تبقى طول الوقت بتجتهد او بتسعى او كده، وترجع تقول لك انا عملت ده وربنا ما جابليش الحاجه اللي انا عايزاها، او انا اجتهدت وسعيت وفي واحد تاني هو اللي اخذ الحاجه مكاني. فاعتقد انه بيكون فيها جزء شويه ان انا مش مصدقه اللي انا بعمل، او مش مصدقه انه هيحصل لي، حاساه حاجه بعيده. بصي، هو ممكن اهم حاجه طبعا زي ما انت بتقولي ان انا اكون مصدقه، بس ممكن كمان يا نوره اكون انا حاطه طريق للهدف. يعني مثلا انا كنت عايزه اجي النهارده مدينه الانتاج الاعلامي، فوانا جايه لقيت الدائري مقفول. انا مصممه ان انا هروح من الطريق ده، طب لعل انا لما لقيت الطريق الدائري مقفول ربنا فتح لي طريق تاني يمكن اطول شويه، بس هو سالك اكتر، هيريحني، هتبقى المناظر فيه مريحه لاعصابي. وبالتالي اوقات كتير انا مش ببقى مصدقه ان انا هوصل غير بالطريق اللي انا عايزه. لا، انت لما بيبقى عندك حسن ظن بالله انت بتطلب الهدف من ربنا وسيبه يمشيك في الطرق المناسبه ليك، وتبقى على يقين ان هو ده اللي هيوصلك وان الحاجه هتحصل. يعني ان شاء الله ربنا هيخليك، والدماغ تكون يعني لينه كده، مش مقفل دماغك على حاجه معينه. مش ده دايما الصح، دايما الواحد لما بيسيب نفسه بشكل معين على ما اعتقد ده بيزود اكتر من المهارات ومن الافكار. طيب انجي، ارجع معاكي مره تانية، هل هنا النضج العاطفي ده احنا ممكن نربيه في اولادنا من صغرهم؟ يعني هل ده قائم على النشأة والتربية ولا قائم على التجارب الحياتية؟ مهم جدا يا فاروق، مهم جدا ان احنا نبدأ نعلم ولادنا ان هم يعرفوا اسم الشعور. في كروت بتتباع اسم، يعني بتعمل منظر معين او بتحط صورة معينة، طفل زعلان، طفل مكسوف، طفل وهكذا، ويبقى مكتوب ايه اسم الشعور. لان هو لما يتحط في موقف اول حاجه محتاج يعرفها قبل ما ياخد رياكشن، انا حاسس بايه. بناء بقى على الاكشن ده هيشوف هو هيعمل ايه. ومش مهم النتيجه. مش مهم النتيجه على الاطلاق، المهم انك تبدا تزرع فيه. زي الشجره، احنا بنحط البذره ونبدا نسقيها. دي اسمها احترام للخصوصيه. دي اسمها ان انت بتكون بتحترم نفسك. دي اسمها ان انت تكون مثلا انسان صادق. انا بزرع القيمه وببدا اسقيها، فعلشان انا اسقيها لازم كل ما يتعرض لموقف يبقى انت حاسس بايه. وعلى فكره حتى المشاعر الايجابيه مهم جدا ان انا لما برضو يبقى في مشاعر ايجابيه اقول له انت حاسس بايه. I'm feeling proud، مبسوط، بحب، بالظبط، حاسس بالحب، حاسس ان انا ممتن، حاسس، علشان يبدا يستشعر نعم ربنا بقى. صح صح جدا. طيب انجي، في مقوله كده كنا بنسمعها دايما، انه فكره انه الولاد والبنات في سن معين او في المدرسه يقول لك ايه، البنت بتبقى انصح من الولد، او سنها سابق، يعني تفكيرها سابق شويه سنها، وتلاقيها عارفه مصلحتها فين ومش عارفه ايه. الولاد كل همهم اللعب والحاجات دي كلها، غلابه. فده يخلينا اسالك، هل هنا النضج مرتبط اذا كان بنت او ولد ولا ملوش علاقه؟ بصي، هي مفيش طبعا قاعدة ثابتة، ولكن في الغالب الراجل بيكون عملي أكتر. يعني مهتم زي ما انت بتقولي باللعب والحاجات المادية. يعني في الشغل مثلا ممكن يكونوا الرجالة عندهم نضج أكتر، إن هو بيعرف إزاي ياخد ريسك جامد قوي، يعرف إزاي يتحمل المسؤولية، يعرف إزاي يدافع عن التيم بتاعه. نضج في الحياة عموما، في الحياة العملية بالزبط. بينما الستات بيبقوا في الغالب أنضج في الحياة العائلية المنزلية، بالظبط، أنضج، بتعرف إزاي تحتوي العيلة، بتعرف إزاي تتحمل مشاعرهم، بتعرف إزاي تركز على مصلحة الأسرة. يعني هي الست ما شاء الله عندها من الذكاء إن الخطوة اللي بتعملها هي شايفة بيها مصلحة كل واحد في البيت. فهماني؟ أيوة، عندنا وعي وإدراك أكتر. بالظبط، وده مش معناه إن في حد أحسن من حد، لأن الراجل والست موجودين عشان يتكاملوا. هو بيركز في حاجة علشان يقدر يوفر لهم المعيشة الكويسة، ويقدر يوفر لهم الحياة اللي هم بيتمنوها، وهي بتركز على ده. أي نعم الأدوار بتتداخل، ولكن مفيش حد أحسن من حد، إحنا بنتكامل ببعض. الله عليكي، ماشي يا انجي، اوكي، مفيش حد احسن من حد، ماشي. طيب انجي، دلوقتي لو الـ 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 الزوجين مثلا وصلوا لحاره سد، خلاص، يعني مفيش تفاهم، مفيش كلام، انه انت مش مسؤول وانا مسؤوله، وانا واخده كل واحد بيرمي اللوم على الاخرين،
ودايما بنشوف ده في معظم الاحيان، يا اما الزوج بيبقى لوام، يعني بيرمي دايما اللوم على مراته وعلى عياله وعلى الاسره ايا كان، او العكس صحيح، الزوجه تلاقيها بترمي اللوم دايما على الزوج، اصل مامتك، اصل باباك، وخلافه. طبعا الشخصيه اللوامه دي اللي هي دايما مش بتتحمل المسؤوليه، هنا دي مشكلتها ايه؟ هل دي مشكله من الطفوله، يعني ان هي دي اتربت بالشكل ده او هو اتربى بالشكل ده، وهل مع المشكله دي ممكن تتحل مع الكبر؟ وازاي يتصرفوا فيها مع بعض يعني عشان الحياه تكمل؟ بصي، مهم جدا بالذات بقى لو احنا بنتكلم على الحياه الزوجيه، ان حتى لو الطرق مختلفه الهدف يكون واحد. عشان كده ربنا لما بيجي بيقولها في القران بيقول ايه؟ ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهما، يعني هما الاثنين يكونوا عايزين الاصلاح، ان الحياه دي تكون كويسه، بس هو لو طرف واحد عايز يصلح والطرف الثاني مصمم على موقفه، اوقات كتير بيكونوا الطرفين عايزين الاصلاح بس مش عارفين الطرق. صح، فهماني؟ يعني بالظبط، يعني انا كان عندي زوجين الدنيا قايمه بينهم مش عارفين يوصلوا لطريقه، بس حقيقي لما بقعد مع كل حد لوحده هم فعلا عندهم نيه صادقه بس مش عارفين. سبحان الله لما حصلت ازمه الكورونا دي اضطروا يقعدوا مع بعض، اضطروا يبداوا يعملوا حاجات مع بعض، الدنيا بينهم اختلفت تماما. فالنيه هي اللي بتوصل لطرق كويسه، اللي عنده نيه صادقه ربنا هيكرمه، واللي ما عندوش نيه صادقه هنرجع بقى نقول هي الدنيا باظت ليه، الدنيا اتكعبلت ليه، ربنا حطينا معيار. صح يا انشي، انا معاكي، النوايا هي احسن حاجه في الحياه، وعلى نواياكم ترزقون، يعني ده طبيعي جدا، النيه بتاعتنا دي افضل حاجه، لكن بتيجي مع النيه دي يعني جزء من الفكر بتاعك ان انا صح. لا، النيه لازم يجي معاها سعي، يعني انا قصدي اكمل على كلامك، النيه الصادقه لازم يجي معاها سعي، يعني زي ما قلت لك على الزوجين اللي كانوا عندي، هم بالفعل جم وحاولوا يعملوا يعني استشارات علشان يصلحوا، فعشان كده ربنا ساعدهم. عشان كده بقول لك ايه، ان ربنا حتى بيقول من تقرب الي شبرا تقربت اليه ذراعا، بس مين اللي بيبدا؟ احنا. فالنيه طبعا يعني النيه مهمه بس لازم سعي. صح، وعلى قد سعيك ربنا بقى هيرزقك على قدره. صح. فزي ما انت بتقول احنا هناخد نيه صادقه، هنبدا ندور على طرق مختلفه تساعدنا ان احنا نتفاهم مع بعض، والله بقى اتقابلنا في الطريق او ما اتقابلناش، هي دي كلها يعني اراده ربنا ومفيده لاهدافنا ونوايانا. لنتقابل ان شاء الله كلنا. يعني انجي نورتينا جدا وبنشكرك على وقتك واديتينا معلومات حلوه كده، وان شاء الله يعني كل الناس تبقى ناضجه يا رب عشان ما نقابلش بس وتعمل في حياتنا. انجي شوقي مدربه العلاقات والتنميه الذاتيه، نورتينا جدا. شكرا جدا ليكم. شكرا نورتينا. شكرا جزيلا. طيب خلصت فقرتنا، بعد الفاصل عيش صح وبعدها ان بوكس سبورتس، خليكم معانا.